مثلا في قوات الشرطة هناك خلل كبير، كثير من لأن القوات في إيران بشكل عام يعتمدون على المجندين أكثر من الكادر، وعدد المجندين كبير جدا، فهم يرون انشقاق أو هروب عدد كبير من المجندين وانشقاق بعض الضباط. فقبل عدة أيام محافظ مدينة طهران يعني أدلى بتصريح وقال في اجتماعه مع قائد قوات الشرطة أن القوات الأمنية في طهران لم تتمكن السيطرة على الوضع في طهران، وهناك قلة في عدد القوات. ومن ناحية أخرى نرى أيضا أن الحرس الثوري يشارك في يعني حتى بعض من جنود حرس الثوري أو من عناصر حرس الثوري يلبسون لبس قوات الشرطة ليعطوا أنفسهم غطاء قانوني أنهم لن يتدخلوا في هذه الاحتجاجات، إنما هذا العمل عمل الشرطة، ويقومون بقمع المحتجين في طهران لقلة عدد الضباط أو المجندين، وهذا يدل على بعض الانشقاقات هنا. والقضية الأخرى أيضا في الجيش، نرى مثلا قائد الجيش يقول نحن مع الحرس الثوري يدا واحدة وندعم بعضنا بعضا، وفي إحدى تصريحاته قال هذا امتحان إلهي، من يصمد في هذا الميدان ومن يتراجع. وهذا يدل أن لديهم انشقاقات ولديهم مشاكل في الجيش ويقولون هذا الكلام. وقبل عدة أيام أيضا ممثل خامنئي في الحرس الثوري أيضا كان يتكلم عن هذا الموضوع، أننا أمام ابتلاء كبير، وأن هناك عادة الانشقاقات تحصل، يعني كان يلمح بهذه الأمور. وهذا يدل أن فعلا هناك في انشقاقات داخل، يعني سواء في الجيش أو سواء في الحرس الثوري أو حتى في قوات الشرطة هناك في انشقاقات. أحد قادة الحرس الثوري المنشقين أعلن بنفسه أن هناك عدد كبير من الانشقاقات حتى في الحرس الثوري، ويعني يصرح هي ليست انشقاقات أن يتركوا أسلحتهم، يقول نحن يقول هو أنهم رأوا عدد كبير من المنتسبين في الحرس الثوري بدأوا يقدمون على الاستقالات من الحرس الثوري أو يطلبون بانتقال إلى إدارات أخرى مدنية، وبعضهم كان يطلب أيضا أن يتم أن يذهب إلى التقاعد المبكر. فهذه تعتبر كلها هذه الأمور كلها تعتبر يعني انشقاقات في بيانات الحرس الثوري. والنقطة المهمة الأخرى أيضا، اللجنة العقدية في الحرس الثوري نشطت جدا مؤخرا، وهي حتى يعني تعطي يعني دفعة معنوية للمنتسبين في الحرس الثوري، وهذا يدل أن هناك في تزعزع بين أفراد وبين عناصر الحرس الثوري، ولعل الكثير منهم قد غادر الحرس الثوري أو هرب من الحرس الثوري. فكل هذه الأمور عندما نضعه عند بجانب بعض نرى أن فعلا هناك انشقاقات في القوات الثلاثة، الجيش والشرطة والحرس الثوري، هناك مشكلة كبيرة داخل هذه القوات، بعضهم أصلا غير مقتنعين بعمليات القمع، خصوصا العناصر الشابة والعناصر الذين ذوي الرتب الدونية القليلة، هم غير مقتنعين بهذه الأمور.